وحول استمرار التهديدات الإيرانية في المنطقة في ظل تصريحات شديدة من وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بأن كل الخيارات مفتوحة ضد إيران، ينضم إلينا الأستاذ محمد المذحجي المتخصص في الشأن الإيراني. مرحبا بك معنا من لندن. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. بعد الحديث عن سحب القوات الأمريكية من المنطقة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن كل الخيارات مفتوحة لمواجهة إيران، كيف تقرؤون هذا التصريح؟ في البداية يجب الإشارة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة هو ليس كما تروج له بعض وسائل الإعلام التي تعادي وتناهض إدارة ترامب. هذه القوات تعيد تموضعها من العراق وأفغانستان ومناطق مكشوفة أخرى يمكن استهداف هذه القوات إلى قواعد داخل الكويت والأردن وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي الواقع الولايات المتحدة تبعد قواتها من أن تكون أهداف سهلة لإيران ولمن يريد يستهدف هذه القوات وتنقلها إلى مواقع محصنة للجيش الأمريكي في المنطقة. وكذلك تصريحات بومبيو هي تشير إلى التحضيرات الجارية العسكرية لتغيير تموضع وحالة القوات الأمريكية في المنطقة لاتخاذها حالة هجومية. على سبيل المثال، حاملة الطائرات الأمريكية الرئيسية التي كانت متواجدة في مياه الخليج العربي انسحبت باتجاه المحيط الهندي لإجراء مناورات، وهذه حاملة الطائرات إن أرادت تشارك في أي ضربة محتملة ضد إيران يجب أن تكون بعيدة عن مياه الخليج العربي حتى لا تتعرض لاستهداف. فاتخاذ حالة هجومية للقوات الأمريكية تستغرق بعض الوقت، بضعة أشهر حتى تكون جاهزة لأي عمل عسكري محتمل. ولا ننسى أن ومعنى هذا أن الإدارة الحالية التي تنتهي ولايتها في مطلع العام القادم لن تستطيع أن تفعل شيئا تجاه هذا الملف، أليس كذلك؟ يعني أمريكا تمر بأزمة داخلية. أنا حسب قراءتي الرئيس الأمريكي سيبقى 4 سنين أخرى في البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، رغم الدعاية التي تقوم بها وسائل الإعلام المعادية له. والولايات المتحدة الآن لديها أولويات داخلية، سنشهد أزمة كبيرة في الولايات المتحدة قد تصل، وأنا أرى أنها ستصل إلى اعتقالات واسعة بين صفوف الديمقراطيين، خاصة قادة الديمقراطيين بسبب تورطهم في تزوير الانتخابات كما يقولها دونالد ترامب والأجهزة الأمنية التابعة له، خاصة جهاز المخابرات العسكرية التي تعمل على هذا الجانب. فالهجوم على إيران أو حل ملف إيران، يعني نحن لا نستطيع أن نقتصر ملف إيران على هجوم عسكري فقط، هو في الواقع يمكن القول حل ملف إيران الذي سيكون له أبعاد اقتصادية وسياسية وعسكرية سيكون في يد الإدارة الأمريكية الحالية. وطبعا هناك توقيت لسحب القوات الأمريكية محدد، هو يوم 15 يناير، أي 5 أيام قبل يوم 20 يناير، يوم انتهاء ولاية ترامب الحالية التي لن تنتهي كما تتفضل أستاذ محمد، يعني مع أنه نتائج تقول عكس ذلك، لكن دعنا نرى كيف ستكون في الأيام المقبلة. طيب، اليوم تبدأ قمة 20 كما تعرف، كيف ترى موقف الدول الكبرى من إيران بعد الأحداث الأخيرة والتهديدات الإقليمية التي تحاول إيران إشعالها مجددا ومحاولة رفع نسب تخصيب اليورانيوم؟ يعني بالنسبة للدول الكبيرة الواضح هو أن ألمانيا وفرنسا والصين تدعم إيران بكل قواها، وهذه الدول هي التي توفر التقنيات الحساسة النووية والعسكرية لإيران. الصين توفر لإيران التقنيات والصواريخ الحساسة العسكرية بشكل سري من خلال كوريا الشمالية، والشركات الألمانية والأوروبية بشكل عام تعطي إيران التقنيات النووية الحساسة والمتطورة. موقف الدول العظمى هو منقسم بين داعم ومضاد. الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية الحالية هي تريد القضاء على استراتيجية إيران وعلى النظام الإيراني الحالي، بينما الأوروبيون يراهنون على عودة إيران من جديد إلى المشهد
وكما أعلنت ألمانيا أنها تخطط إلى مؤتمر دولي في أوروبا لفتح الاستثمارات على إيران إن فاز جو بايدن في الانتخابات القادمة. فالموقف هو يعني الانقسام هو سيد الموقف بالنسبة للتعامل مع الملف الإيراني. طيب، اليوم استولت إيران على سفينة أجنبية تحمل علم بنما في مياه الخليج العربي، ما الرسالة التي أرادتها إيران من وراء هذه العملية؟ يعني هذه السفينة التي تم احتجازها لها علاقة بالصراع في البيت الداخلي الإيراني، وإيران كما قالت أن هذا النفط مهرب من أراضيها إلى منطقة الخليج العربي. والسؤال، من هو يستطيع أن يهرب النفط من داخل إيران إلى خارجها غير جماعات الحرس الثوري أو الأجنحة الأخرى المصطدمة داخل النظام الإيراني؟ فاحتجاز هذه السفينة هي جزء من الصراع الداخلي في البيت الداخلي الإيراني ولا له علاقة بأي دولة أخرى. نعم، شكرا لك أستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.